السلام عليكم مشاهدينا الكرام، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من ضيف أنفاس. حلقة اليوم نستضيف فيها الأستاذة زهرة قاسم، عضو المجلس الإقليمي وعضو المجلس الجماعي لمدينة زمامرة. أهلا وسهلا بك أستاذة. أهلا وسهلا بكم في مدينة زمامرة، الطاقم الفني الصحفي لجريدة أنفاس، شكرا على الحضور ديالكم. أستاذة زهرة، شنو تقييمك لأداء المجلس الأغلبية المسيرة للمجلس البلدي لجماعة زمامرة؟ جماعة زمامرة السيد رئيس عبد السلام بالقشور اللي عنده دي الولاية الثالثة على التوالي، كاينه أخطاء سياسية وأخطاء في التدبير والتسيير ديال المجلس البلدي، يعني كاين واحد غياب واحد التنمية على أرض الواقع اللي كتمثل في التشغيل وفي يعني انه يترافع على المنظومه الصحيه وانه يحاول على الموارد ديال المنطقه انه ينميها. كاين مجموعه ديال الاختلالات اللي منها رصدها المجلس الاعلى للحسابات، وكاين اللي هو يعني عاد حصل في الايام الحاليه، ومجلس بلدي يعني ما كاينش في الصفحه ديالو واحد الانجاز اللي حقه للمدينه او اللي ممكن ان ابخي لي زان اللي داز فيها يقدر يفتخر به ولا يقدر يكون بارز في السجل ديالو. كاين بزاف ديال الاشياء اللي مثلا الاشياء انتم كمعارضه شنو المشكل اللي تتلفت؟ مثلا خطا في التدبير انك تهز السوق اللي هو كيدخل واحد يدر في الميزانيه ديال الجماعه واحد المبلغ مهم 600 مليون في العام تهزيه وتبرع به لواحد الجماعه ارضاء لصديقك اللي ساعدك في الحمله الانتخابيه، كنتي تراضي بواحد الطريقه اخرى بيناتكم. ولكن داك الشيء تم عبر هاد التفويض ديال هاد السوق تم عبر مقرر جماعي صوتوا عليه الناس، الاغلبيه صوتت عليه. طبيعه الحال انا رئيس يعني المسطره القانونيه واضحه جدا، وهاد الناس هادشي راه كيخطوا ليه وكيعرفوا كيفاش يدي، وكنظن انا اللي عنده غير على المدينه ولا القبيله ديالو راه كيجيب ليها ماشي كيهز منها ويدري. نعم. بهذا المفهوم الدارج ان تجيب البلديه ديالك وتنمي وتجتهد ماشي تضحي. كاين واحد الزحف على العقار، كاين زحف، كاين دابا باش تهز حتى واحد الروض حنان تستغليه لصالح الشركه الرياضيه، هذه ما يعني غير مقبوله. الشركه الرياضيه تقصدي بها فريق زمامره؟ فريق زمامره كاين واحد، ولكن حتى هو كيدير اشعاع المدينه تتحقق واحد الاشباع ذاتي، اكتفاء ذاتي، ابخي نشوفوا الحوايج الثانويه كما كنقولها دائما. واحد الشخص اللي هو جيعان رغم غي ياخذش لي صلاد غيمشي ياخذ الحوايج اللي غيعمروا لي المعده ديالو. نفس الشيء في التسيير، حقق الاكتفاء الذاتي ابخي دير داكشي اللي عجبك، ولا قرا انت مقاول عندك فلوس ديالك عندك واحد الحب لواحد الحاجه جبد عليها من جيبك. وكاين امثله ديال السياسيين وديال الكوادر اللي خلقوا فرق اللي جبدوا لها من جيبهم. كاين واحد ثاني، واحد التقرير المجلس الاعلى للحسابات راه شار واحد 600 مليون اللي واحد لو مونطون تخضع وما كاينش على ارض الواقع باش تصلح هذيك الجامعه، هي في اي لحظه تقدر تريب على دوك الموظفين. ولكن انتم اللي سمحتي لي استاذه، دابا انتم كمعارضه المشرع عطاكم بزاف الامور ديروها باش انكم تحتجوا على هذا الشيء، اما قانونيا اما بزاف الاجراءات، شنو اجدرتوا انتم كمعارضه؟ سلكنا واحد المساطر، واحد المراسلات حاليا راه في طور الانجاز للوزاره الداخليه في طور الانجاز، يعني باقي ما صيفطوهمش. صيفطنا واحد الاشياء، واشياء هي راه وصلت للمراحل النهائيه للناس اللي كيهمهم، الناس اللي في وزاره الداخليه والناس اللي ساهرين على الدوله واللي ساهرين على المصالح العامه. كاين واحد الخلل دابا اللي هو مستجد، ان محطه المونطون ديالها 800 مليون لكن تجي على ارض الواقع انا كتبان ليا والله ما مخسرش على 20 مليون. جات واحد الظرف طبيعي طارئ طير جوالق، يعني واحد العيبه في حق المجلس انك تواصل واحد النيفو وراجل عندك مسؤوليات متعدده واصل كتبان انك وصلتي لذاك الشيء اللي بغيتي ودير هاد الحوايج بهاد الاخطاء هي سياسيه وتدبيريه على ارض الواقع، كترجع بواحد يعني واحد كطيح القيمه ديالنا حنا في القبيله وطيح قيمتك انت كرئيس وشخص اللي من المفروض انك تعرف
فين كاين الرباح وفين كاين الخطيه. المساطر راه الا ما تسولتيش على اليوم غتسول على غدا، الا ما تسولتيش على فهاد لي زاني اللي باقا لك راه تسول على ابخي. دابا انا فين غنجيك السؤال الثاني هو هاد سلطه الوصايه، موقع سلطه الوصايه في هادشي كله، يعني هادشي تتهضري عليه انت خروقات دارت قانونيا، خروقات في الميثاق الجماعي، يعني اين موقع سلطه الوصايه في هادشي؟ سلطه الوصايه راه الناس راه خدامه مادي واجبهم، مادي خدمتهم، اللي غادي يجي لو طون اكزاكت راه غادي تعيط على كل واحد. لا مادي واجبها يعني كيفاش مادي واجبها؟ يعني تتقوم بدورها كما يجب؟ اكيد هذوك الناس راه ما كيلعبوش، وحنا ما يمكنش لينا نقيموهم ولا نعطيو عليهم. لا غير في الشق اللي مرتبط بالتدبير الجماعي، لان سلطه الوصايه تتدخل باش توقف شي امور فاش كيبان ليها الرئيس غادي. الناس راه كيتبعوا مساطيرهم على حسب اختصاصاتهم، وراه عارفين اش كيديروا، وراه ما حطوهمش تما اعتباطا ولا عبثا. نعم. واللي ما تحاسبش اليوم راه غيتحاسب غدا، راه غادي يجي له الطون ديالو اكزاكت، وكل واحد غادي. انتم كمعارضه حزب الاحرار تنعرفوا انه حزب الاحرار الحالي هو الحزب القوي، يسير الحكومه، كيسير مجلس يعني عدد من المجالس، عنده الاغلبيه فيها المريحه. ما حاولتوش تستعملوا هذه الورقه للضغط على الرئيس في اطار علاقاتكم الحزبيه، في اطار كذا؟ في اطار علاقاتنا الحزبيه راه حنا راه قله، وقله راه معمره ما غادت حنا داكشي اللي في جهدنا كنديروا. قله قله في المدينه، ولكن علاقاتكم الحزبيه على المستوى الوطني. علاقاتنا الحزبيه على المستوى الوطني نكذب عليك باعتبار رئيس الحكومه من الاحرار. نكذب عليك ونقول لك راه كاين شي تواصل ولا شي اشعاع، حنا شبه منعزلين في هذه المنطقه. حنا راه كنجاهدوا يعني بامكانياتنا الذاتيه، ما كاينش تواصل على المستوى الوطني. قليل، قلت لك راه حضرت مره واحده اللي حضرت مؤتمر كيخص الحزب، ناس اللي مسؤولين في الاقليم ما كيجتهدوش وما كيأديوش الدور ديالهم، وما كيتواصلوش مع الناس اللي كان لهم الفضل انهم حطوا يعني يساعدوهم باش يحصلوا على ديك المناصب. تتحسوا بانكم انتم الحزب ما مساندكمش محليا؟ انا ما نقدرش نلوم الناس على المستوى الوطني، مي كندوي على الناس اللي على مستوى الاقليم. خاصو الاقليم لان ما يمكنش تتسول واحد في الرباط وهو ما كيعرفكش، راه غادي مسؤول عليك داك الشخص اللي انت معاه في الاقليم. خاص التواصل يكون مفتوح وماشي رسالات هنا العتبه رسالات، راه باقي لي زاني بروشين يعني راه خاصو يخدم معاك من دابا باش انا ما يمكنش حنا نبقاو جوج ديال الاعضاء كلشي كنديرو حنايا، راه خصنا دعم لا من الحزب اقليميا ولا وطنيا، وحنا ما يمكنش نوصلوا للناس على المستوى الوطني الا ما كانوش الناس ديال الاقليم كيتواصلوا معاك وكي. انتما كمعارضه يعني رجعنا للانشغالات تاع المدينه واهم احتياجاتها، اش كيبان لكم يعني فين؟ الصحه والتشغيل، وعندنا مشكل دابا والله العظيم انا حسيت بواحد الخجل باش تحتاج تجيك من الوزاره ان تعطاك الامكانيات باش ديروا مدرسه وما تلقاش وعاء عقاري، الوعاء العقاري كله تهضر فيما هو رياضي. ملي بغينا نديروا مدرسه تزادت البلديه غدير سبعة المليار ديال الديون، حنا ديجا غارقين بالديون باش نشريو ارض فين نديروا مدرسه، وحنا كاين عندنا الوعاء العقاري استهلك فيما يخص الرياضه لا اقل ولا اكثر. الرئيس السيد عبد السلام بالقشور ما كيديرش واحد الاجتهاد يخص المدينه باش تنمى ولا باش يثبت الاساسيات والاولويات، عطى واحد الحيز واحد الهامش كبير الرياضه على حساب احتياجات المواطن، ما كاينش تواصل، ما كيحضرش الدورات معنا، ما كنسلموش المحاضر، ما عارفينش حنا اش كيتكتب في هذوك المحاضر. لحد الساعه راه ما يقارب واحد عام وثمانية شهور ما حتى محاضر ما تاخذوا. انا حصلت على جوج ديال المحاضر ابخي ما بقيتش في حتى حاجه، كنمشي كندير واحد الطلب حصول على المحاضر، الموظف كيدي واجبه، ولكن كاين التعليمات ديال السيد الرئيس انه ما يمنحناش المحاضر. درنا الاجراءات القانونيه، جبنا عون قضائي، مشينا في المساطير، ولكن كتحس بان ذاك السيد الرئيس ما عندوش هذيك الملكه ديال المقاربه التشاركيه، وبالخصوص التمثيلي ديال النساء، راه والله العظيم انا نقولها بكل صراحه، لولا يعني الكوطة اللي خصص الدستور ويعني التشجيع ديال جلاله الملك محمد السادس الله ينصره الله يشافيه، والله العظيم تيجريو علينا من ذاك المجلس. انا راه الطريقه باش كنا كنتعاملوا فاش يلاه دخلنا المجلس، وبحكم اني انا شخص لي يعني كيف يجريو عليكم كنساء ولا يجريو عليكم كمعارضه؟ من الجانبين، انا نقول لك من الجانبين، انا نقول لك بكل صراحه وما غنخبيهاش، ونقول لك بان احنا راه والله العظيم للنساء يعني ما عندكش واحد كتحس بان عندك واحد الترحاب ولا عندك واحد، لولا اني نقول لك انا القرح ديالي والشجاعه ديالي راه والله ما تعطيش حتى كتهز يدك تاخذ كلمه كيدور على الرئيس وجوج جهه اخرى.
القانون الداخلي عندك الحق. نعم القانون الداخلي على الاوراق، راه اقسم لك بالله ولا الكلام راه كنتحمل المسؤوليه ديالو، كنتمنى تكون عندك الشجاعه وتنشري. راه هو الشجاعه كاينه، هو كيتنشر انا ما تنكتبوش حاليا سيادتي كله كيتسجل. النشر يحتمل يا اما الاذاعه او الكتاب. راه المهم هذا كله راه تتسجل، هذا اللي بغيت نقول لك. يعني حنا ما غنحيدو منه ولا مسؤوليتي فيما اقول. انا راه كذا مره كنتعرض للعنف لفظي لا من الرئيس ولا من النائب ديالو، ولكن عندي انا ديك الهامش ديال التسامح ما نوصلوش مع بعضياتنا باش تولي صوت. هذه ضريبة العمل السياسي والدفاع على المواطن وعلى مصالح المواطن. أشياء لا تضروني. نعم. يعني وما ترجعنيش للور، وعندي كامل الاراده وما تحطيش انا تما اكون كورا ان ديكور تحطني تعمر بيا وابخي نخرج مع الباب ولا نهز يدي نصوت على شي حاجه انا ما فاهمهاش ولا ما مقتنعش بها، راه ما نديرهاش. لا استاذ الزهراء كسؤال اخير، اسمح لي لقطعتك، هو كسؤال اخير يعني في اطار هاد المشاكل كلها اللي تتعيشها المدينه، انتم كمعارضه ما حاولتوش ديروا واحد الجبهه مع احزاب اخرى في اطار يعني حيت اليد وحده ما تتصفقش، اكيد في اطار التعاون في اطار كذا للدفاع على مصلحه المدينه؟ حنا يدينا ممدودين كنجتهدوا وكنتمناو اي واحد عنده غير على هذه القبيله وعنده غير على هذه البلاد. حنا راه لحد الساعه راه ما كتهمنا حتى شي مصلحه ذاتيه ولا شي منصب كنطمحوا باش نمشيو ليه، راه غيره على ما يقع في البلاد. اللي قال لك الخميس كيتسير بعقليه الفيرما راه والله ما كذب. راه عندنا ملك ظريف وملك لي يعني حل جميع الابواب وعطينا واحد المساحه ديال الديمقراطيه وعطينا بزاف ديال الحوايج، وباش يجي واحد جره قلم تضحي بامكانيات المدينه وتولي اي واحد كيعارضك تقلب لي على الصيغه العقابيه، هادشي راه لا يقبل بتاتا. استاذه جزيل الشكر. استاذه الزهراء قاسم شكرا جزيلا، عضو المجلس البلدي لبلديه زمامره، شكرا جزيلا لك. شكرا جزيلا. مشاهدينا الكرام الى اللقاء في حلقه قادمه.